كنت نتمنى اللي كما تحلت روابط الثورة اليوم، كنت نتمنى الأحزاب اللي عطات غطاء سياسي وغطاء لوجستي وقالوا الناس تمارس في الرياضة في الجبل، والناس هذوما كانوا زاد هما بيدهم تعديوا قدام القضاء وكان لازم يتحلوا، خاطر هذاك أصل الداء، وإذا كان تحل المشكلة هذاك وقتها تنجم تجابها الإرهاب. أما ما دام عندك هالغطاء السياسي هذايا وهالغطاء الإعلامي، راهو مهما نعملوا عندنا حرب دايرة في جنوب تونس، وحروب الحقيقة بين مالي وجنوب الجزائر وليبيا، هذه برشا جبهات، يعني البلاد معرضة للتهديد والخطر الإرهابي. إذا كان احنا من داخل نضعف رواحنا بيدينا، راهو باش يكون الخطر كبير على التوانسة كل. حركة وفاة كأنك انت تقول انه هي احد هذه الاحزاب اللي تبيض في الارض. اي سي سي عبد الرؤوف العيدي في نوفمبر نعطيك 21 كان عندك مؤيدات وجهنا بها، فما شوف المجلس التأسيسي اللي يعجبك فيه كل شيء مسجل والموثق بالكلمه، دونك المداخله نتاعو في مساءله نذير بن عمو. شوف وقت اللي الناس قاعدين يموتوا بالالغام احنا نحذروا في انصار الشريعه، يعني هذا وقت اللي مش كان حركه وفير حتى بلي نحب تخيلوا مثلا في الاتراتا نتاع برشلونه، بلي تخيل في قبل بجمعتين من الاتراتا نتاع برشلونه، الملك نتاع اسبانيا ولا رئيس الوزراء يستقبل الناس اللي عندها يد في الاتونتا هذيك ولا الاتونتا اللي صارت في انجلترا عامين التالي. تخيل اش كان يصير، استقاله ديال مباشر، تخيل اش كان يصير. معناها الحقيقه احنا ناسفوا كي نشوفوا مؤسسه رئاسه الجمهوريه تخلط للمستوى هذا. والله ان شاء الله يكرم ماء الوجه، على خاطر راهو عيب، راهو ولادنا، راهم ناس تيتمت، راهو امي راهي قاعده تبكي، راهو عيب الشيء اللي صاير.